سوزان تلحوق، خطاب صادق واقعي بعيد عن التصنع والتزييف. شكرا لتواجدك معنا. عندي سؤال بالنسبة للغة العربية، كيف نستطيع تسليم لغتنا العربية للأجيال القادمة؟ أعطيني أو أعطينا فعل أمر. نعم، من خلال أهم شيء يكون العمل جماعي، لأن ما رح نقدر نسلم للجيل الجديد شيء ما بيقنعه. لنقدر نقنعه بده يشوف ظاهرة أو نهضة أو حدث معين يحس حاله جزء منه، يحس حاله بده ينتمي له حتى نقدر نسلمه اللغة. وإذا ما تركنا له إرث إبداعي له معنى بيشبهه، بيحكي مع يومياته، مع تفاصيل حياته، ما رح يقتنع. فالفكرة إذا بدنا عن جد نكون عم نعمل شيء بمثابة فعل أمر، هو إنه هلأ نبلش كل شخص عم بيبدع يشوف مين بيكمل له إبداعه، حتى نقدر نقرب من بعض ونخلق هيدي العمل الإبداعي الجماعي اللي بيوصلنا وبيكون هدفه الثقافة والهوية العربية، وإلا رح ندوب بمحلات تانية ما رح نرجع نقدر نعطي للإنسانية. فلازم يكون هدفنا كتير محدد، إنه بدنا نتميز، نحترم الآخر، بس نعطيه شيء جديد. شكرا. في حين تقبل جيل الشباب والمربيين باستخدام اللغة العربية بتلقائية وبأبعاد ثقافية، ما هي الخطوة الآتية؟ وما بعد التقبل المشاركة التعاون في خلق؟ نعم، التقبل مهم جدا لهذا الموضوع، لكن لا يكفي. المهم الفعل، يعني مهم المساهمة الفعالة بإبقاء هذه اللغة حية من خلال تشجيع على القراءة، على الكتابة، على إنتاج إبداعي سينمائي، روائي. حتى لو المربيات أو الأساتذة اللغة العربية هن بحد ذاتهم منن محطوطين بهيدي المساحة، لكن كيف يوصلوا هيدي اللغة للجيل الجديد؟ بأي طريقة تفاعلية، بأي طريقة جميلة، حلوة، ساحرة، حديثة، معاصرة، بتشبه كل شيء جديد وحلو، مش يوصلون إياها بالترهيب وبالتأنيب وبالممنوع والممنوع يعني هاي الممنوعات كلها اللي عم بتحيط باللغة العربية هي اللي عم تخلي الجيل الجديد يبعد عنها. صحيح صحيح. كيف يساهم مؤتمر نقاط برأيك في زيادة الوعي بأهمية استخدام اللغة العربية؟ أولاً، مجرد وجود حدث بحد ذاته بتسلط عليه الأضواء، وهيدا الحدث أو المؤتمر يحط عنوان عريض من العناوين العريضة اللي بيتخذها، وأحد أهم أهداف هو تشجيع الإبداع باللغة العربية، رح يكون عم بيساهم بأن يحط جزء بالثقافة اللي نحن كلنا عم نبنيها مع بعض. فهيدي المساهمة بهيدي الثقافة اللي هي ثقافة الهوية الفردية وتميزنا من خلال هويتنا العربية، وتشجيع الشباب، يعني أنا مثل ما شفت بنقاط جامعة عدد من الشباب كثير كبير حواليها، وهذا بحد ذاته هو الهدف تبعنا، لأن هاي الفئة العمرية ما حدا عم يحكي معها، الدول ما بيحكوا معها، المؤتمرات حول العالم خصوصا العالم العربي ما بتحكي معها. فوجود مؤتمر بيحكي مع الشباب ومخصص لأنه يحكي عنهم ويعرفهم على هويتهم الثقافية العربية الحلوة المعاصرة الجديدة ويقنعهم فيها بحد ذاته شيء كثير. هي حلقة وصل طبعا، النقطة أو الحلقة المفقودة هي حلقة الوصل من خلال نقاط. شكرا جزيلا لتواجدك معنا، ونتمنى تستمتعي بفعاليات نقاط، وإن شاء الله تكوني معنا في الموسم الجاي. Thank you.